بداية أخبارنا عن أولمبياد باريس 2024 مع منتخب اليد بقيادة الإسباني كارلوس باستور، واللي بيواصل التدريبات على الصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي ضمن الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024. منتخب اليد حدد موعد المباراتين الوديتين اللي هيلعبهم خلال المعسكر الحالي مع قطر والبحرين أيام 9 و12 مايو الجاري. صفوف المنتخب هتكتمل يوم الاثنين اللي جاي بانضمام المحترفين سيف الدرع ومهاب سعيد ومحمد علي وعصام الطيار. كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب اليد حدد برنامج الاعداد لاولمبياد باريس، واللي هتكون عبارة عن 3 مراحل. هتبدأ بمعسكر خارجي في كرواتيا وسلوفينيا في الفترة من 5 حتى 9 يوليو المقبل، وهيلعب مباراتين وديتين مع منتخبي كرواتيا وسلوفينيا. أما المرحلة الثانية فهتكون بمعسكر في السويد في الفترة من 14 لحد 19 يوليو اللي جاي، وأيضا هيلعب مباراتين وديتين مع منتخب السويد. وآخر مرحلة هتكون بسفر لفرنسا يوم 21 يوليو، وهيخوض منتخب اليد آخر مباراة ودية مع منتخب اليابان قبل بداية المشوار في أولمبياد باريس. قرعة أولمبياد باريس أسفرت عن وقوع طبعا منتخبنا المنتخب الوطني في مجموعة قوية بتضم منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين. نروح بقى لأحد المسؤولين عن تنظيم أولمبياد باريس 2024، واللي تعرض لسرقة جهازين كمبيوتر على معلومات عليهم طبعا معلومات وبيانات خاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة. ودي بالمناسبة الواقعة الثانية لسرقة أجهزة كمبيوتر خاصة بمسؤولين عن تنظيم الأولمبياد. الادعاء العام الفرنسي اعلن عن سرقه جهازين كمبيوتر لمسؤوله عن تطوير الموقع الاولمبي في مدينه ديل من سيارتها اللي كانت متوقفه امام منزلها، ولكن لم يتم الكشف عن طبيعه البيانات اللي بيحتوي عليها الجهازين والخاصه بالالعاب الاولمبيه في باريس. المدعي العام في مدينه ليل قال: تلقينا شكوى من المسؤوله عن تطوير موقع ليل الاولمبي بشان سرقه جهازين كمبيوتر واشاره تعريف من سيارتها المتوقفه امام منزلها، وان التحقيقات جاريه لتحديد هويه المشتبه. دي الواقعة الثانية زي ما قلت لحضراتكم اللي بيتم فيها سرقة أجهزة كمبيوتر من مسؤولين عن تنظيم أولمبياد باريس، بعد ما تم سرقة حقيبة مهندس من مجلس بلدية باريس في فبراير اللي فات من قطار في محطة القطار، وكان فيها جهاز كمبيوتر أيضا وناقل بيانات يحتوي على الخطط الأمنية للأولمبياد. طبعا دي مواضيع أنا ممكن أقولها إنها أخبار كده، بس هي أكيد بالنسبة لفرنسا هي حاجات مرعبة مرعبة بجد، خاصة اللي بتتكلم عن بيانات أمنية. طبعا الموضوع بيبقى مرعب، يعني الموضوع مش عادي كده، لأنك بتبقى مسؤول عن إنك ترجع كل البعثات اللي بتتواجد عندك من جميع الدول، بتبقى مسؤول عنها مسؤولية تامة، ومسؤول إن البعثات دي ترجع للدول بتاعتها يعني في امان وسلام. فالموضوع مرعب، يعني الخبر اللي انا بقوله لحضراتكم ده اكيد مش خبر سهل ابدا، ولكن اكيد اكيد الناس هيتداركوا ده، هيحاولوا يغيروا من بعض المعلومات دي او من بعض الخطط دي علشان يتفادوا الحاجات اللي اتسربت او الحاجات اللي تم سرقتها بالشكل ده. طيب نروح للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وادا، اللي أعلنت عن توقيع عقوبات كبيرة وقاسية على تونس بسبب عدم امتثالها للتوصيات واللوائح المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قررت عدم السماح برفع علم تونس خلال دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة، وأن هذه العقوبة سارية المفعول طالما لم تقوم تونس بتطبيق كامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات. الوكالة الدولية طبعا لمكافحة المنشطات وادا كانت منحت تونس في وقت سابق مهلة 4 شهور للقيام بعدد من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية في تونس علشان تكون مطابقة مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، ولكن للأسف المهنة
المهلة انتهت ولم تستجب تونس للقرار. كمان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فرضت عقوبات تانية على تونس، زي منعها من استضافة البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ومنع ممثلي تونس من العمل في أي لجان أو مجالس في ده طبعا في إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. طبعا دي عقوبات كبيرة جدا جدا جدا، وبتمنى إن تونس تقدر تعالج الأمور دي خلال الفترة اللي جاية بإذن الله. نروح لمنتخب الجزائر للجودو، واللي بيشارك بثلاث لاعبين في بطولة الجائزة الكبرى المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، واللي هتتلعب في طاجكستان في الفترة من 3 لحد 5 مايو الحالي. الاتحاد الجزائري اعلن عن القائمه، واللي ضمت كل من ادريس مسعود وزن اقل من 73 كيلو جرام، محمد المهدي وزن فوق 100 كيلو جرام، واللاعبه امينه بالقاضي وزن اقل من 63 كيلو جرام في منافسات السيدات. بطوله الجائزه الكبرى للجودو المؤهله للاولمبياد هتشهد مشاركه 426 لاعب ولاعبة يمثلون 70 دولة من القارات الخمسة للحصول على نقاط إضافية لحسم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024. زي ما عارفين طبعا أن الجزائر حسمت 33 مقعدا في أولمبياد باريس 2024 حتى الآن، في انتظار طبعا المنافسات المقبلة وملحق التصفيات في عدد كبير من الرياضات. كل التوفيق طبعا ل كل المنتخبات العربية خلال أولمبياد باريس 2024 بإذن الله.